مع كثرة الأشغال وزحمة الأولويات، نسيانك لهوية مقيم وارد وممكن يصير. عشان كذا أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة الرقمية من هوية مقيم، واللي صارت متاحة على تطبيق أبشر أفراد. والحين تقدر تستعرض هويتك الرقمية على جوالك بدون ما تكون متصل بالإنترنت، مع إمكانية عرض بيانات هويتك إلكترونياً من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code. وبخطوات بسيطة تقدر تحمل هويتك الرقمية بضغطة زر. كل اللي عليك تدخل على تطبيق أبشر أفراد وتختار خانة خدماتي، وبعدها اضغط على خانة تحميل هوية مقيم الرقمية، ثم اضغط على خانة تحميل هوية مقيم في أسفل الصفحة، وبكذا تحملت هوية مقيم على جهازك.